أحلام وطموحات لم تستطع ظروف الحرب على سوريا أن تمحوها، إمكانات وقدرات شقت طريقها على المقاعد الدراسية التي لطالما كانت بوصلتهم نحو التميز والتفوق، ليكون الحصاد حفل تكريم لطلاب الأوائل المتفوقين بحضور وزير التربية الدكتور هزوان الوز وشخصيات رسمية وطلابية. سوريا غنية بمناجم عقول أبنائها، وهم في هذا الوقت خاصة أبناؤنا المتفوقون الزملاء والزميلات في الميدان التربوي هم جنود بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهم يكملون دور قواتنا المسلحة، ونوجه لهم لقواتنا المسلحة كل التحية. ودائما أقول أيضا ما يتعلق هذا التفوق في هذه الظروف هو نتيجة عمل مشترك من الزملاء والزميلات في الميدان التربوي، وأيضا عمل الأسرة. فلزميلاتي وزملائي المدرسين والمعلمين في الميدان التربوي أوجه لهم الشكر والتحية، وأقول لهم شكرا لكم أيها المعلمون والمدرسون، فقد نديتم أكبادا وأقررتم عيونا وبيضتم وجوها وحكتم طرازا لا يبليه الزمان. هذا التكريم سيكون حافز لشبابنا، وبالتالي هذا النجاح وتكريم شباب الوطن وتميزهم في الحياة الدراسية بالتأكيد ستنعكس للحياة المنظمة بشكل كل جوانبها، كان التنظيمية أو الثقافية أو الفكرية، وبالتالي هم عماد الوطن، هم السواعد لتبني سوريا المتجددة، سوريا الحضارية بالمرحلة القادمة. تكريم نحن دائما نسعى في مدارسنا على ثلاث محاور. المحور الأول نهتم بالطالب أو الطالبة من ناحية الصحية، والثاني سلوك الطالب أو الطالب. لما إحنا منحقق هالأمرين هالجانبين حكما بدنا نكون نسعى للتفوق. تخلل الحفل فقرات فنية تراثية تحاكي انتصارات الوطن قدمتها الفرقة الوطنية لاتحاد شبيبة الثورة، كما تم تكريم الطلاب المتفوقين وتوزيع شهادات التقدير. كتير مبسوطة ألي ولرفقاتي، خصوصا أنه عم نتكرم قبل وزير التربية هلأ، فنحن كتير مبسوطين، كتير بيعني لنا هذا الشيء. نحن بنؤمن أنه لكل واحد دوره في هذه المعركة، مثل ما للجندي دوره، ومثل ما للقيادة للسياسي دوره، أيضا للطالب ولذوي الطلاب وللمعلمين وللمدارس دورة في هذه المعركة. فلكل سلاحه، وسلاحنا هو العلم، فنحن السلاح الوحيد اللي منقدر فيه نحارب فيه هؤلاء الجهلة والتكفيريين والمتخلفين والظلاميين هو العلم. والله هذا التكريم يعني رح يعطينا دفعة معنوية نكمل مسيرتنا تجاه التفوق والنجاح، لأنه بدنا نكمل نوصل على القمم، نوصل لمرتبة المجد والرفعة. الحمد لله أنه قدرت أوصل هالمرحلة هاي، وبادت يعني شعوري عظيم يعني، وفرحتي لا توصف يعني عن جد يعني الحمد لله. واتمنى أنه يكملون حد المرحلة الثانوية والجامعية إن شاء الله بالتفوق. هذا التفوق يعني راح يكون حافز لنا جديد مشان نواصل تفوقنا، لأنه مو من الصعوبة أن توصل للقمة، الصعوبة أنك تم حافظ على أنه مكانك في القمة. هي رسالة من طلاب سوريا من أرض الشام إلى كل العالم، بأن سوريا أرض العلم والمعرفة، عصية على الجهل والفكر الظلامي.